شكرا بسام. مشاهدينا الكرام، متابعينا الاعزاء، نحييكم في صباح هذا اليوم مع منافسات اولى هذا السباق المحلي الرابع في يومنا الاول لمنافسات الاشواط المفتوحه لتحديات سن الحقائق ومسافة الأربعة كيلومترات. هذه المسافة المرافقة لنا بالتحديات والانطلاقات المميزة. الشوط السادس انطلق قبل لحظات، تنطلق وتندفع هذه الشعارات والأسماء الكبيرة والأسماء المتواجدة والمتنافسة في البداية والمقدمة. لنتابع الفصير من يتواجد على المركز الأول. تعود ملكية الفصير لهجني أم الزبار بمتابعة مبارك بن محمد بن صرير المري، من يتابع تحديات المركز الأول الوحش وحش المضمرين، من قدم لنا الزبارة في أول أشواط هذا الصباح ليقدم لنا تحديات هذا الشعار على المركز الأول. المركز الثاني من غيرت إلى البداية وتقدم بهذه اللحظات صمصام على المركز الأول. صمصام يتواجد ليكون حاضرا بتحديات البداية بتحديات الصدارة. تعود الملكية لهجني أم الزبار التضمير مع سعد بن سالم النعيمي، من يقدم لنا بالهولي تحديات هذا الشعار على المركز الأول. المركز الثاني الحذر من يتقدم على المركز الثاني. تعود ملكية الحذر لهجني الشحالي بمتابعة جابر بن سالم بن فاران، من يقدم لنا الشبل انطلاقة الحذر على المركز الثاني. المركز الثالث شعار هجن الغرافة قادم على المركز الثالث ليقدم لنا هذا الشعار تحديات المحروس. المحروس تعود ملكية لجنة الغرافة بمتابعة سالم بن عامر المدهوشي. والمركز الرابع نتابع حرب القادم مع المركز الرابع ليتقدم شعار هجن أم الزبار، يتواجد مع تحديات المركز الرابع بهذه الانطلاقة. أو هذا حصاد تعود الملكية لهجني أم الزبار بمتابعة مبارك بن محمد بن صرير المري. والمركز الخامس الوصول من قبل بارك تعود الملكية لهجني أم الزبار بمتابعة محمد بن بخيت بن برقان المقارح المركز الخامس. هذه الأسماء الحاضرة والمتواجدة بهذه المسيرة بهذه الانطلاقة. لنعود بحضراتكم إلى البداية لنتابع المسيرة ومجريات المقدمة. هنالك الانطلاق، هنالك التحدي، هنالك الحضور، هنالك الاندفاع من قبل صمصام تعود الملكية لهجني أم الزبار بمتابعة سعد بن سالم بالهول النعيمي. المركز الثاني القادم حصاد وصل ليحصد المركز الأول بانطلاقته. حصاد تعود الملكية لهجني أم الزبار بمتابعة مبارك بن محمد بن صرير المري. والمركز الثالث من تسلل حرب على المركز الثالث تعود الملكية لهجني أم الزبار جابر بن علي النجم المري، من يتابع بعملية التضمير. المحروس على المركز الثالث بدأ يتسلل من أيمنة الميدان لينطلق إلى المركز الثاني. تعود الملكية لهجني الغرافة بمتابعة سالم بن عامر المدهوشي لياتي على المركز الرابع بهذه اللحظات صمصام لهجني أم الزبار. المركز الرابع بالفعل صمصام اللي على المركز الثالث حصاد. المركز الخامس الشهم قادم لأول ندى هجن المرقاب، من تمتلك الشهم خميس بن سعيد بن سالم الزرعي، من يتابع بعملية التضمير. دخلنا أجواء الكيلومتر الأخير مع هذه الأسماء الكبيرة، مع هذه الأسماء المتنافسة والحاضرة بقوتها وحضورها. لنعود إلى البداية وإلى حرب على المركز الأول، معلنا الحرب، معلنا المعركة مع المركز الأول. بالمعركة يحضر حرب على البداية والصدارة لهجني أم الزبار بمتابعة جابر بن علي النجم المري. لكن الأسماء قادمة، الأسماء قادمة. الله
المحروس المحروس من أيمنة الميدان يتقدم بهذه اللحظات. هجن الغرافة تقدم لنا المحروس من تسلل البداية المركز الثالث غادم المرقاب لهجن المرقاب بمتابعة بدر بن سليمان المسكري. المركز الرابع الواصل سياف، يا مرحبا يا سياف. هجن الشحانية محمد بن خالد العطية، لكن العودة إلى المحروس، العودة إلى شعار هجن الغرافة. هجن الغرافة تقدم لنا المحروس على البداية، سياف قادم سياف قادم. هجن الشحانية هجن الشحانية، اصمد يا المدهوشي. الله المحروس سياف سياف المحروس، لكن سياف يختطف ناموسي هذا الشوط الثاني، والتبريكات لهجن الشحانية والثاني محمد بن خالد العطية. المركز الثاني وصل مشاهدي الكرام المحروس لهجن الغرافة المركز الثالث، كان الوصول من قبل المرقاب لهجن المرقاب المركز الرابع، كان الوصول من قبل حرب لهجن أم الزبار المركز الخامس، وصل الشاعر لهجن أم الزبار. إذن مشاهدينا الكرام متابعينا الأعزاء، تابعنا معكم المنافسة التي حضرت وشاهدنا سياف بطل هذا الشوط، خاطف ناموسي هذا الشوط. توقيت الزمن 6:12 22 جزء من الثانية. التهاني والتبريكات لهجن الشحانية والتهنية لمحمد بن خالد العطية. المركز الثاني وصل محروس 6:12:42 جزء من الثانية. التهاني والتبريكات لهجن الغرافة، التهنية لسالم بن عامر المدهوشي. المركز الثالث وصل المرقاب، توقيت الزمن 6:13:12 جزء من الثانية. التهاني والتبريكات لهجن المرقاب، والتهنية لبدر بن سليمان بن محمد المسكري من قدم المرقاب.